صباح الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم تستمر الأجواء الصيفية معتدلة خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة نسبيا. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم تسود أجواء صافية بشكل عام، 28 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة، 27 الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأها بالمنطقة الشمالية، إربد 29 إلى 16، عجلون 28 إلى 15، جرش طقس صافي 31 إلى 17، المفرق 31 إلى 16 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى، الزرقاء 31 إلى 19، العاصمة عمان 28 إلى 16، نفس الحرارة في البلقاء، أما مأدبة 29 إلى 17، والبحر الميت 34 إلى 25 درجة مئوية. نذهب جنوبا الآن نحو العقبة، طقس حار 36 إلى 25، معان 32 إلى 20، الشوبك 25 إلى 17، الطفيلة 27 إلى 17، والكرك 28 إلى 17 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية، الأزرق 35 إلى 20 مع طقس صافي، نفس الأجواء في الصفاوي، أما رويشد 34 إلى 21 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.